بخاره الرز بالموز الضاني او بتلو زي ما انتم عايزين بقى. النهارده عندنا خمس موز ضاني مسلوقين بالعظم بتاعهم، هما فين يا جماعه؟ وعندنا كمان 4 كوبايات من الرز البسمتي، نص كيلو من البطاطس متقطعه مكعبات، هنحتاج بصله كبيره مفرومه، 3 كوبايات شوربه، معلقه كبيره من السمنه، ونص كوبايه زيت، و3 اوراق من اللورة، 3 اعواد من القرفه الخشب، 6 فصوص حبهان صحيح، 6 حبات قرنفل صحيح، معلقه كبيره من الزعفران. هنحتاج كمان نص معلقه صغيره كزبره ناشفه، نص معلقه صغيره من البهارات السبعه، ونص معلقه صغيره من الكركم، ونص معلقه صغيره كاري، نص معلقه صغيره كمون وملح وفلفل اسود. دي المقادير، يلا بينا بقى نشوف مع بعض طريقه التحضير. بدايه كده عندنا حله على النار، حلتين، حله علشان اعمل فيها خلطه الرز وحله علشان اسلق فيها الرز. تعالوا الاول نحط الرز يتسلق، دي حله واحط فيها ميه مغليه. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. كاني بالظبط هسلق مكرونه. ويا دوبك هحط في الميه بتاعتي ملح وبس، ممكن كمان نديها عود قرفه، مكعب مرقه. تمام، وتعالوا نحط الرز علشان يتسلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى ميه بتغلي، لازم تكون بتغلي طبعا، فيها ملح، ونحط الرز ونسيبه بقى على النار بالظبط بالظبط 7 دقائق، ما تكتريش عن كده، عايزين نكمل تسوية الرز مع الشوربة الحلوة اللي هتطلع من سلق الموز بتاعتنا. تعالوا بينا بقى في حلة على النار تانية، هبتدي احط السمنة واحط الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شوية زيت، دايما كده بنعمل مزيج ما بين الزيت والسمنة علشان يدينا طعم حلو في نفس الوقت لمعة لطيفة جدا للرز بتاعنا. خلاص سخن كويس، تعالوا نحط يلا البصلايه. فين الطماطم يا جماعه؟ طب يلا حطينا البصل في السمنه والزيت اللي احنا كنا مسخنينهم، وبعدين ضفنا كل البهارات بقى، الحصى والبودر. يلا بينا، والبهارات السبعه والكزبره. تمام، انا خليت بس الزعفران البودر. تمام، الريحه بقى رهيبه، البهارات بتتحمص. تمام، وريحتها وطعمها بيبتدوا يظهروا اكتر. معايا كوبايه من الطماطم، تمام، معصوره، ممكن استبدلها بمعلقتين كبار صلصه. تمام، ويلا بينا، بصوا الجمال، شايفين تحفه، البصل خد لون ذهبي كده لطيف، وده اللي احنا عايزينه. يلا بينا بقى ننزل ايه الطماطم. يلا بينا، حطينا الطماطم والطماطم اتسبكت، بصوا على طول زي الفل. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي هحط البطاطس بعد ما الطماطم تكون اتسبكت. ليه بقى؟ عشان البطاطس لو حطيتها في الطماطم النيه هتتهري معايا، وانا مش عايزه اهريها، انا عايزاها تفضل في الرز كده كل مكعب بالمكعب بتاعه، ما يبقاش متفرفت. فعشان كده هصفيها. يلا بسم الله، لو تجيبوا لي يا جماعه مكعبين مرقه يبقى كتر خيركم. خلاص صفينا البطاطس، واحنا بنكلم ايه كنا حطينا البطاطس وقلبناها، ضفت مكعبين مرقه علشان يعززوا معايا الطعم، وبعدين حطيت شوربه. خلاص هقلب كله مع بعضه كده، الشوربه حوالي 3 كوبايات. تمام، هسيب البطاطس تبقى نص سوا بس، ويلا بينا بقى نصفي الرز. احنا قلنا هما 7 دقايق، وال7 دقايق اعتقد كده يا دوبك عدوا. يلا نصفي الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنا سلقناه في ميه وملح زي المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، الرز اتصفى. تمام،
خلاص كده الرز بتاعنا اتسلق، هنقول ايه بقى نص سلقة، يعني مستوي نص سوا. ليه؟ علشان النص التاني هيستوي مع الخلطة اللطيفة اللي احنا عاملينها على النار، البصل بقى مع الطماطم مع الايه البطاطس والبهارات الحصى والمطحونة وكل حاجة. احنا هنا ما حطيناش ملح، يلا بينا بقى نظبط الملح ونخلي بالنا علشان لو الشوربة بتاعتنا ملحها مظبوط فنراعي الحتة دي، ونراعي كمان ان الرز نفسه مسلوق وفيه ملح. نحط كمان فلفل اسود. احنا عندنا كده البطاطس، هبص عليها اشوف اخبارها ايه. تمام، حلو قوي، البطاطس خلاص بقت نص سوا، احنا مقطعينها مكعبات صغيرة يعني مش هتاخد وقت خالص في التسوية. تمام، يلا بينا بقى انا حاطه فخارتين كده عشان اشوف بس الكمية معانا شكلها ايه. الفخارة اللي هنستخدمها لازم نحطها في الفرن علشان تسخن كويس جدا، عشان عندي كل حاجة سخنة، الرز سخن، الخلطة سخنة، الموز نفسها كمان سخنة، عشان احطهم كله يغلي على طول ونكمل التسوية، ما يقعدش معايا في الفرن نص ساعة ساعة الا ربع بالكتير، وطلعي بقى احلى فخارة رز بالموز هتكون مستوية جدا ولذيذة جدا جدا. يلا بينا نطلع الفخارة. بسم الله، تعالوا بينا بقى ناخد واحدة بواحدة، والله لو احتاجنا واحدة تانية نبقى ناخدها. تعالوا بينا بقى، انا اخدت ايه، اخدت نص كمية الرز. تمام، وابتدي احط عليها الخلطة، عايزة بس ايه، عندنا شوية من الزعفران. تمام، احط عليهم شوية من المية. بسم الله، هنا المية اهي، معلقتين بس ادوب بس ايه الزعفران. بصوا بقى يا جماعة، طبعا الرز بتاعنا مسلوق يعني واخد نص كفايته من السوائل، فانا يا دوبك بحط له كده ايه من الصوص اللي احنا عاملينه، يا دوبك يبقى الرز بتاعي باين من على الوش، صح؟ ليه؟ علشان احنا كنا مدين له نص سلقه. واخد بقى الموز بتاعتي، بسم الله، ده اخرنا، لا محتاجين واحده اوسع بردك. يلا تعالي انتي، تعالي انتي. تعالوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الريحه يا جماعه بسم الله ما شاء الله تحفه. حط بقى الموزه على الوش كده، نحاول كده ايه نزقها. قولوا لي بس كده عايزين دي تتشال خالص؟ طيب حلو كده؟ ميرسي يا محمد، تسلم. بصوا كده الدنيا تمام، نحط واحدة كمان، يلا بينا. يا جماعة متخيل، أنا شم الريحة طالعة، يعني لسه ما دخلناش الفرن والريحة طالعة فظيعة. عايزة أعمل بقى حاجة هنا، هجيب فرشة والزعفران اللي أنا حطيت منه على الرز هدهن بيه، بس شوية مية عليه، ندهن بيه قطع الموز بتاعتنا تاخد لون كده لطيف. يلا الطاجن بتاعي، ونقفل عليه بقى كويس قوي علشان الرز يستوي والموز بقى تدوب كده مع الجمال اللي في الطاجن. يلا بينا قفل كويس قوي، الطاجن كان سخن خالص وكل حاجتنا سخنة، ندخل بقى الفرن على الرف الوسطاني علشان الطاجن كل اللي فيه يكمل التسوية ويطلع معانا 10 على 10. يلا بينا، يلا نجيب الطاجن اللي في الفرن كمان علشان نكمل الباقي اللي عندنا. بسم الله، لازم الطاجن يسخن في الفرن علشان يساعدك ان المكونات اللي جوه دي على طول تغلي اوام اوام وتستوي بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا وادي بقيه الرز. ونحط في الطاجن، شايفين الطاجن الرز نازل بيطش كده جوه الطاجن، نحط له شويه من الزعفران اللي احنا حاطين عليه شويه ميه ومدوبينه عشان يديله لون حلو، ونخلي الباقي للحمه. عندنا هنا باقي بقى الصوص اللي فيه طماطم وبصل وبطاطس والبهارات بتاعتنا. بسم الله، يلا
عيوني بصوا كده، حاسه ان هو محتاج شويه شوربه فاحط له شويه شوربه. لازم ايه الرز كده يبقى باين من الشوربه بس كده. ونحط الموز زي ما عملنا في التاني بالظبط. اوبا زي الفل. وندهن اللحمه بتاعتنا عشان يبقى لونها كده بعد ما تستوي اصفر كده ولذيذ جدا. هنا ممكن نعمل حاجه كمان، ممكن نعمل فحمايه للطاجن علشان يبقى طعمه مدخن او لا على حسب ايه انت وراحتك. هقفل الطاجن زي ما قفلت التاني بالظبط. كنا حطينا الاول ورقه زبده وبعد كده غطينا بورق الومنيوم وندخل من الطواجن طلعت من الفرن. فضيت واحد وسايبه التاني افتحه قدامكم وتعالوا بصوا معايا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه لا لا ايه الجمال ده. تحفه 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 تحفه. الرز مستوي، اللحمه دايبه دايبه بمعنى الكلمه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم شايفين. بصوا 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 اللحمه عامله ازاي ما شاء الله فظيعه جدا. والبطاطس استوت والرز استوى والدنيا ما شاء الله اللهم بارك تحفه جدا.